السلام عليكم. هنا بالضبط باش تفهموا وين وصلت حكايه الدروغ والمخدرات هنا رومبوان برجل بكري زوز ولاد معناها مهمش لابسين مراول هم 300 واحد يقعد قالك مشالك حين في القاعة مرة يقعد مرة هوا اكستا 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 خارجين على وعيهم بعد دخلوا اللحوم هذوما دخل هذيك المقابلة السبيطار وكسروا كراهب كسروا باللار نتاع كراهب وكل شيء وجاء بربي الأمن وتدخل وشدوهم الزوز فاقدين الوعي جملة معناها نحارب شين حاربيش كبير وامورهم سبب هذا اللي نبهنا منه وقلنا ان شاء الله معناها هاللي جاءنا ذوما ما همش فايقين باللي يعملوا فيه الامور زادت عن حدها كل مره نسمع حكايه في المهديه اونتوكا الحمد لله الامن شدهم وراهم دخلوا فيه هستيريا معناها تعرف المشاكل هذه فما شكون وصل معناها في بلايص قام روحه قاتل امه وفما شكون حاجات اخرين اخطر واخطر في عائلته معناها فريمون يلزم تاقفوا لصغاركم وراهو حكاية الدروغ هذه والمخدرات والامور سبب انا عيطولي الحق خلطت مخرج هزهم الشرطة بارك الله فيهم كلموني جماعة لهنا قالوا لي راهو داخلة بعضها وعاملين معناها هستيريا لعمرها لا صارت في مهدية على كل بارك الله فيه الامن كالعادة يعطيهم الصحة وهذا هو المطلوب اما ديما نبهوا صغيراتنا وكهو